تدهور سعر برميل النفط المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة هوت العقود الآجلة لنفط خام برنت، والجدير بالذكر أنه للمرة الأولى على الإطلاق يضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين من أجل أخذ عقودا آجلة للنفط. من كان يخطر على باله وإن على سبيل الخيال أن يكون سعر كيلو من البطاطا أو سعر فنجان قهوة أغلى من برميل نفط، لكن الواقع الحقيقي أن هذه الفرضية ليست من وحي الخيال أو اقتباساً من حكاية ألف ليلة وليلة. بلغة الأرقام فإن الأرقام تحطمت حتى تحولت إلى عدم بعد وجود انهيار نفطي لا سابق له في التاريخ، حتى يظن السامع أن الخيال يحكم العالم وأصبح حقيقة لا مفر منها في عصر كورونا. انهارت أسعار خام غرب تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية لتغلق عند ناقص 37.63 سنتا للبرميل. حدث هذا بالفعل وأصبح المنتجون يعرضون الدولارات على المشترين كي يأخذوا براميل النفط يوم يفر التجار من العقود الآجلة، لكل تاجر يومئذ شأنه الذي يغنيه عن هذا النفط. لن يجد الخام الأمريكي مكانا لتخزين نفطه، فامتلأ البر والبحر بما فاض به الإنتاج، وانهار ثلث الطلب العالمي مع توقف النشاط الصناعي والاقتصادي وتوقف عمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على خلفية إغلاق الحدود لمواجهة كورونا. لم تصل أسعار النفط إلى القاع، بل وصلت إلى قاع القاع، وحذر خبراء النفط من استمرار انخفاض النفط بالأسواق العالمية وانتكاسة خام غرب تكساس، وذلك في ظل هبوطه إلى ما دون الصفر مرة أخرى في تعاملات الأسواق، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 3 دولارات، فضلا عن هبوط عقود الخام الأمريكي لشهر حزيران لأكثر من 3 دولارات. وعلى سبيل الذكر، في بعض الدول يستخدم النفط الثقيل غير المحترق في حمامات سباحة لعلاج المفاصل، فما مصير نفط غرب تكساس بعد ألم مفاصل اقتصاده؟ وكيف سيسبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج آلام مفاصل الخام الأمريكي؟ للنقاش ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية من باريس ناصر زهير، كما ينضم إلينا من لندن مصطفى البازركان مدير مركز معلومات الاقتصاد والطاقة. مساء الخير لكم. أبدأ من عندك ناصر، ما الذي جرى أمس بالضبط؟ لماذا تهاوت بشكل حاد أسعار النفط الأمريكي؟ لو تشرح لنا. نعم، تحياتي لكم وللمشاهدين وللضيف الكريم. ما حدث بالأمس هو نهاية عقود تسليم مايو للنفط الأمريكي الخام، بالتالي كان اليوم هو الموعد النهائي لانتهاء هذه العقود. كان هناك طفرة في عمليات الشراء للخام الأمريكي نظرا لانخفاض الأسعار في شهر إبريل لأرقام كبيرة جدا، أرقام منخفضة بشكل كبير جدا. بالتالي كان على المستثمرين الكبار إما استلام حصصهم أو قيمة عقودهم من النفط وتخزينها ودفع كلفة عالية مرتفعة الثمن للتخزين أو بيع هذه العقود. المستثمرين الصغار والمتوسطين كان عليهم أيضا بيع هذه العقود، بالتالي شهدنا عمليات بيع جنونية أدت إلى انخفاض الأسعار وانهيارها بهذا الشكل. السعر صباحا كان 18 دولار، عند المساء كان ناقص 37 دولار، ولكن هل هذه الأسعار هي أسعار حقيقية وأسعار النفط الحقيقي في الأسواق؟ الجواب باعتقادي هو لا، لأن أسعار خام برنت كانت حوالي 23 إلى 24 دولار، وأيضا أسعار تسليم يونيو كانت مرتفعة بحوالي 15 إلى 16 دولار. ما حدث بالأمس هو تذبذب طبيعي لعمليات البيع الكبيرة جدا وعدم الرغبة باستلام الشحنات النفطية أو عقود النفط. المضاربات الكبيرة التي حدثت على قيمة الأسعار المنخفضة، كل العقود في عمليات الشراء كانت عقود على الورق ولم يكن هناك أيضا إمكانية لتخزينها بالنسبة للصناديق السياسية السيادية أو الشركات الكبيرة، لأن المخزونات العالمية ممتلئة على آخرها في هذه المعمعة الكبيرة نتيجة تراجع النفط العالمي. يعني بالتالي هو فائض يمكن القول على مستوى نعم تفضل أكمل. نعم ناصر.
نعم، ولكن على مستوى الأيام القادمة ستعود الأسعار إلى طبيعتها بعد 26 من هذا الشهر، بعد انتهاء أزمة تسليم عقود أو نهاية عقود شهر مايو، وسنرى الأسعار ما بين 13 إلى 25 أو 11 دولار. ولكن هناك عمليات تذبذب ومضاربات كبيرة ستجري في هذه الأيام، ولكن معدل الأسعار الطبيعي سيعود إلى الفترة القادمة. الآن نحن أمام بحر عائم من النفط لا يجد من يشتريه، هناك 20 هنا مليون يعني برميل كنا يوميا كنا نسمع هي فائض في الانتاج العالمي، ونسمع مصطلح ايضا فائض في المخزون. هذا المصطلح ماذا يعني فائض في المخزون لدى البلاد، وما علاقة كورونا ايضا، يعني كيف كان اثرها الحقيقي على تراكم هذه المشكلة او وجود هذا التغير؟ فائض المخزون هو فائض المخزون هو امتلاء المخزونات الأساسية بالنسبة لمصافي النفط وبالنسبة للدول ومخزوناتها الاحتياطية التي يمكن تخزين النفط فيها، وهذا ما استدعى الرئيس ترامب إلى فتح المخزونات الاستراتيجية الأمريكية وملئها ب 75 مليون برميل. ولكن ما أثر جائحة كورونا ببساطة بأن المصانع توقفت، السيارات توقفت نتيجة الإغلاق، الطائرات، كل ما يمكن أن يؤدي إلى استهلاك النفط هو متوقف حاليا في ظل إغلاق الاقتصادات العالمية، وأيضا في ظل تراجع كبير في الطلب، ضبابية اقتصادية، بمعنى أن الشركات لا تعرف متى ستعود إلى طبيعة عملها، هل ستعود في بداية مايو أو يمكن أن يفتح الاقتصاد وتعود عمليات الإصابات بشكل كبير بفيروس كورونا ويتم الإغلاق مرة أخرى. يعني هذه الأمور كلها ليست واضحة، بالتالي الطلب متراجع جدا، وهناك إنتاج وإنتاج وإنتاج، بالتالي أدى إلى هذا الفائض الكبير في المخزونات وفي إنتاج النفط بشكل يومي. أذهب إلى سيد مصطفى، كيف ستكون ارتدادات هذا الموضوع على الاقتصاد الأمريكي أولا وعلى الاقتصاد العالمي ثانيا؟ من الواضح لا بد من استعارة ما يقال في اللغة العربية على نفسها جنة براقش. الولايات المتحدة الأمريكية خاصة شركات النفط الأمريكي التقليدي والصخري هي التي أوصلت نفسها إلى هذه الحالة. لماذا؟ لأن يعني كان هناك اتفاق بين دول أوبك ودول خارج أوبك المنتجين وروسيا، هذان كانا هما الضلعان المثلث، الضلع الثالث وهو النفط الأمريكي التقليدي والصخري. بقيت شركات النفط مصرة على زيادة الإنتاج، تجاوز الإنتاج الأمريكي 13 مليون برميل. شركات النفط الصخري تراكمت عليها الديون، هناك أكثر من 120 مليار دولار ديون متراكمة ستستحق خلال الأشهر القادمة. هناك فائض في الإنتاج، لا ننسى أن هناك تراجع في الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا، وصل إلى 32% من الطلب على النفط، هذا ما بيمثل 35 مليون برميل يوميا. هذه جميعها حينما جاءت، وإضافة إلى وهي عدم وجود مخازن لخزن النفط، هذه جميعها أدت إلى هذا الانهيار والانحدار في أسعار النفط. هذا أيضا أثر كان عكس ما توقع بعض المحللين، أنه يوم أمس كان سينتهي هذا وسترتفع الأسعار وستعود، ولم يحصل ذلك. بالعكس، اليوم نفط برنت تراجع دون العشرين دولارا، عقود النفط لشهر يونيو حزيران تراجعت إلى 13 دولارا. هذه جميعها أتت إلى جانب آخر، وهو تصريحات الرئيس ترامب بزيادة المخزون الاستراتيجي، هناك بحدود 75 مليون برميل. هناك أيضا طلب للحصول على مبالغ مالية لدعم شركات النفط، هذه حينما وضعت سوية قد ترتفع أسعار النفط، ولكن أنا أختلف مع من يقول أنه ستعود. يعني لا علاقة للسعودية وروسيا وإغراق السوق بالنفط، لأنه هذه الاتهامات سمعناها من أعضاء في الكونغرس الأمريكي أيضا، منهم جيم إنهوف. عزيزي، القضية تحولت إلى قضية سياسية، النزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين. هذا العام هو عام كورونا وعام الانتخابات الأمريكية. الرئيس ترامب تحت ضغوط من الديمقراطيين، خاصة حكام الولايات التي أصيبت بالكورونا، ولذلك شهدنا هذه الاتهامات. دعني أوضح، كانوا يقولون أن هناك مواجهة أو حرب سعرية بين أوبك بقيادة السعودية وروسيا. هذه الحرب هي عمليا هي ثلاثة جبهات، هناك الجبهة الثالثة وهو العامل الرئيسي هو النفط الأمريكي. يتحجج الرئيس ترامب لحد قبل انتشار كورونا أنه ليس لديه القدرة والمشروعية بالضغط على شركات النفط، ولذلك وصلنا إلى هذه الحالة. أما
يجتمع الجميع وكافة المنتجين للوصول إلى إنقاذ لهذه الأسعار، أو لا يمكن أنه ستستمر أوبك بخفض الإنتاج. لابد أن هناك حدود، يعني هناك حتى داخل أوبك اليوم كان هناك اجتماع بين وزراء العراق، نيجيريا، فنزويلا والجزائر. أعتقد أن هذه الدول ترفض تعميق خفض الإنتاج، هذه نقطة أساسية لابد من تأشير الضوء عليها، وبالتالي سيكون هناك عقبات. نعم، في خضم كل ذلك ناصر، ربما يجدر السؤال أنه من سيكون المستفيد ومن سيكون المتضرر الأكبر عالميا؟ الدول التي لا تعتمد على النفط كيف سيكون اقتصادها، وكيف سيكون اقتصاد الدول المعتمدة كليا على النفط؟ يعني بالتأكيد الدول التي تعتمد بشكل كلي أو بشكل كبير على النفط سيتأثر اقتصادها بشكل كبير، وستشهد انكماش اقتصادي، وستشهد زيادة في الديون لتعويض الواردات للنفطية وتقليص في الميزانيات. ولكن السؤال الأهم، الدول الأخرى التي ستستفيد من هذه الأزمة، يعني لا أعتقد بأن هناك دول كثيرة ما عدا الدول التي لديها تنوع في الاقتصاد، والدول التي تعتمد على شراء النفط وليس تصديره مثل الدول الأوروبية أو تركيا أو بعض الدول الأخرى التي تعتمد أيضا على إنتاج الغاز أو الثروات الأخرى. ولكن النقطة الأهم الآن، إذا ما هبطت الأسعار إلى ما دون 7 أو 5 دولار، هل سيبقى الإنتاج النفط العالمي؟ الجواب هو لا، لأن تكلفة إنتاج البرميل الواحد في بعض الدول تزيد عن 17 دولار، في روسيا تزيد عن 6 إلى 7 دولار، في السعودية تزيد عن 3 دولار. بالتالي كل الدول التي ستكون منتجة للنفط ستكون خاسرة، بالتالي ستذهب إلى تقليص كامل وكبير جدا لإنتاج النفط، حتى لو اضطروا إلى الوصول إلى 30% أو 40% وحتى إلى 50%. لا يمكن لأحد أن ينتج النفط ويبيعه بخسارة في الأسواق العالمية. النقطة الثانية بأنه ابتداء من مايو سيعود الاقتصاد العالمي للعمل تدريجيا. أوروبا ستفتح في 3 مايو، الهند ستفتح في 10 مايو، أيضا الولايات المتحدة تتجه إلى الفتح، ودول الشرق الأوسط أيضا تعود إلى العمل. بالتالي ستعود الزيادة في عمليات طلب النفط، وستعود الأسعار نوعا ما إلى طبيعتها. كل ما نشهده هو أزمة أو هزة اقتصادية ستنتهي عما قريب لأسعار النفط. لا أقول بأنها سترتفع كثيرا، ولكن ستعود إلى مستويات معقولة ما بين 25 إلى 35 دولار. نعم، سيد مصطفى، ما الإجراءات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هناك يعني تصريحات أنه سيحصل وسيقدم طلب للحصول على أموال لدعم شركات النفط، هذه نقطة. ولا ننسى كما قلت أنها سنة الانتخابات، ومن أكثر المحاور الداعمة لحملته الانتخابية هي شركات النفط، ولذلك لا يمكن أنه يضحي بشركات النفط، هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما يقوم بالحصول، أنا لا أقول شراء لأنه هو الحصول مجاني على هذه الكميات من النفط التي دون الصفر سعرها، وزيادة المخزون الاستراتيجي، هذا أيضا يأتي دعم إلى الشركات والمتعاملة بالنفط، هذه نقطة. النقطة الثالثة والمهمة قد تكون سياسية، وهي الضغط على روسيا وأوبك لتعميق خفض الإنتاج وزيادة هذا الخفض للحصول على أسعار يعني أفضل من أسعار الحالية. نعم، أختم بهذا السؤال من مواقع التواصل الاجتماعي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي ناصر، حينما تفاعلوا مع هذا الخبر ذهبوا بعيدا بتحليلاتهم وبدأوا التحدث عن نظام عالمي جديد تزامن مع الكورونا، حتى يشمل هذا النظام مصادر الطاقة. هل يمكن أن يشمل هذا النظام العالمي الجديد الذي يتم الحديث عنه ولا نرى شيئا عنه إلا الكمامات، هل يمكن أن يشمل مصادر الطاقة حتى، خصوصا مع التقارب والحديث عن علاقات بين إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ لا أعتقد ذلك. الطاقة مصادرها محددة وواحدة في كل الأنظمة الاقتصادية، سواء النظام الاقتصادي العالمي القديم أو النظام الجديد. المنتجين الأساسيين للطاقة والنفط هم معروفون، روسيا، السعودية، الولايات المتحدة وفنزويلا والدول الأخرى الأعضاء في أوبك، هم سيبقون المزود الأساسي للاقتصاد العالمي بالطاقة. سواء انخفضت الأسعار أو ارتفعت، لا يمكن أن يكون هناك بدائل.
بل على العكس يمكن زيادة الضغط عليهم لأن هناك دول لديها تكلفة إنتاج كبيرة ستنسحب من الأسواق. يمكن أن يتغير الاقتصاد العالمي، تتغير التحالفات، تتغير الاستراتيجيات، ولكن مصادر الطاقة ستبقى هي هي، وستبقى الدول المنتجة للطاقة كما هي. شكرا جزيلا لك البحث في الشؤون السياسية والاقتصادية ناصر زهير، كنت معنا من باريس. كان معنا من لندن أيضا مدير مركز معلومات الاقتصاد والطاقة مصطفى البازركان، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في. لكم من فريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.